مش هتقولي جبت نمرتي منين؟ انتي نسيتي ان انا عضو في جروب فرح نسمة وعمر؟ يا ابن اللعيبة انت مركز لي بقى. نادين انا عندي سؤال، ازاي واحدة زيك متسابة لحد دلوقتي؟ ايه متسابة دي؟ انت بتكلم كلبة؟ انا اقصد ازاي واحدة جميلة وسبور وأمورة زيك كده ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ انا صحفية ومعدة برامج، بس بحكم شغلي يعني ما عنديش وقت للجواز والحب والحاجات دي. طيب سلام سلام سلام. لا 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 استنى، رايح فين؟ هقفل. الله، مش انتي قلتي ما بتفكريش في الحاجات دي وما عندكيش وقت؟ لا يعني ما انا ابتديت افكر. عامل لك شويه ريزوتو من الاخر، حاطط لك في الريزوتو يجي ب 500 جنيه جمبري يا حبيبتي، مش خساره فيكي. نسمع، انتي نمتي؟ طب والجمبري؟ عمالين نقول الليله هنعمله الليله، انت الشمس وانا الضل ليله، وفي الاخر طالع شايلك هيله بيله. ده اليوم لهبل ده. فتح عينيك، فتح عينيك يا كريمه كريمه. منصور حبيبي. منصور حبيبك؟ يا نهار اسود. طب انت بقى عرفت عني كل حاجه، انت بقى مين؟ انا اسمي صقر الخليج، ده اسمي على جروبات شات مصراوي، انما انا اسمي الحقيقي ابراهيم زكي، عندي 33 سنه، برج الدلو ومهندس. مهندس زي عمر؟ زي عمر. عمر شريكي في مكتب الديكور على فكره. طب معلش ثانيه واحده كده، طب خليكي معايا عشان عمر بس معايا على الويتنج. انت اتصلت في وقتك يا معلم. ليه في ايه؟ انا خلاص قررت اتجوز. وانا خلاص قررت اطلق. تطلق؟ انت لحقت يا ابني؟ نسمة بتخني، الهانم بتخني يا ابراهيم. بتخونك امتى وفين يا ابني؟ الهانم نايمه على السرير وعماله تقول منصور منصور. يمكن حد طلع لها في الحلم ولا حاجه. حد طلع لها في الحلم هتقول لها منصور يا حبيبي؟ ايه يا عمر بلاش نيتك الوحشه دي يا عم، ممكن كان قصدها تدلعك وتقول لك عمور فغلطت وقالت منصور. لا والله، ده انت يا بخت اللي هتتجوزك، ده هتتجوز تلاجه. اقفل يا ابن العبيطه. مش هتقدر تغمض عينيك.